اسمعي بارك الله فيك. خرج رجل من الصالحين ومعه زوجته وكانت صائمة قائمة ولية من أولياء الله نحسبها والله حسيبها. خرجوا يريدون العمرة وهكذا الأسفار، إما سفر طاعة وإما سفر معصية. خرجوا شوقا إلى الله وشوقا لبيت الله واستجابة لأوامر الله. الغريب كأنها ألقي في روعها أنها تموت، أنها لن ترجع، فودعت أطفالها وقبلتهم وهي تبكي، كتبت وصيتها وودعت أقاربها. وصلوا إلى مكة، طافوا، سعوا، قصروا، دعوا هناك وتضرعوا وسألوا الله خير الدنيا وخير الآخرة. في طريق العودة كانت على موعد مع ملك الموت، كانت على موعد مع النهاية. انفجر إطار السيارة وخرجت السيارة عن مسارها وانقلبت بهم مرات ومرات. أصيبت المرأة في رأسها، خرج زوجها من بين الحطام ولم يصب بأذى، ووقف عليها وهي في سكرات الموت تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقف عليها زوجها وهي تردد وتقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما رأته قالت له بعد أن تبسمت في وجهه: عفى الله عنك، بلغ أهلي السلام وقل لهم الملتقى الجنة، بلغ أهلي السلام وقل لهم الملتقى الجنة. ثم فاضت روحها رحمها الله. الكل سيموت، لكن على أي حال قدر الله ماضي على الصغير والكبير، لكن على أي حال الأعمال بالخواتيم، والمرء يختم له على ما عاش عليه. التقينا هنا وسنفترق، وكل منا ينتظر منيته، منا من سيموت في أرض، ومنا من سيموت في بحر، ومنا من سيموت في سماء. ولكن على أي حال وأين سيكون الملتقى؟ فحيا على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى فيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى إلى أوطاننا نعود ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي أضحت لها الأعداء فينا تحكموا.